السلام عليكم. شو بيدي زاد كالعادة معكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. وقبل لا نبداو فاني كنعزو خونا قدور في باباه اللي مات تاع اليوتيوب، يوتيوبر تاعنا هذه هي، وكل نفس ذائقة الموت وربي يرحمه. اليوم جينا نتكلموا على القضية هذه اللي دايرة بلبلة ومشكلة بلا مشكلة، المقابلة تاع اللي باغيين يديروا، باغي يمشوا مشكله واحده اخرى وينسوا انصار بالعباس، كيما رانا نشوفوا باللي بعض المسؤولين تاع بالعباس اللي راهم لاهيين في المشاركه العربيه وناسين سي بوا تاعهم. الحمد لله كاين بزاف عبابسه اللي اتصلوا بيا وقالوا لي لا احنا خاصنا 6 نقط تاعنا، ما خاصناش اتحاد، ما خاصناش المشاركه تاع العرب ونطيحوا، ما خاصناش قال لك. وهذه في الحقيقه هذه نورمالمون تلعبها السي ار بي وتلعبها سطيف، واحده دات كوب دالجيري وواحده كلاسات برومي، هذه هي هذه الحقيقه تاعها. بصح حنا حسب المعلومات اللي عندنا مش كيما هاك، بصح دروك ندخلوا قبل ندخلوا في الموضوع تاعنا، كاين امر خطير جدا والله العظيم امر خطير، ونطلب الناس تاع الفيسبوك يتكلموا عليه ما يفوتوهاش، نطلب ناس تاع اليوتيوب ما يفوتوش هذه القضية. رابطة بجاية لكرة القدم خاص داروا فوت، هذا الاتحادية راه يتوخر في لي بريزيدون اللي كانوا يخدموا من قبل، داروا فوت. بصح الفوت اللي داروا شتا داروا فيه، في سابقة سمعونا مليح، في سابقة خطيرة ولا ينبغي أن تمر مرور الكرام، رابطة بجاية تنشر العالم المغربي وصور الملك المغربي محمد السيس بمناسبة إعلان عن جمعية انتخابية لرابطة، وذلك في موقعها الرسمي. هل بدأت الانفلات الأمور من الاتحادية الحالية لكرة القدم؟ لا نقول هذا مجرد خطأ لأنه ليس هناك نار بدون دخان. وهنا نوجه لمسؤول على الفوت عمار بهلول، نقول له راك مشارك في قضية اللي نورمالمون الحكومة هنا تتدخل ولازم الشعب يقول كلمته على هذه. ضروك هنا راني نشوف فيها في كاين إعلام تاع المغرب وكاين الملك تاعهم، يعني وين داروها في رابطه تاع بجايه، يعني كاين ناس تاع المهني اللي راهم يخدموا في الخفاء هنا في الجزائر. وهذه ضروري باش نديروا في سابقه خطيره ولا ينبغي ان تمر مرور الكرام، رابطه بجايه تنشر عالم المغربي وصوره الملك المغرب محمد سيس بمناسبه اعلان عن جمعيه الانتخابية للرابطة وذلك بموقعها الرسمي. هل بدأت الأمور بالانفلات؟ هذه احنا نخلوها وإن شاء الله بربي الناس تاع اليوتيوب والناس تاع الفيسبوك لازم يوصلوا هذه، بالك سبحان الله بالك مكاذبين الحكومة تاعنا، نوصلوا لازم احنا الشعب نوصلوا هذه الرسالة، لازم الناس تاع اليوتيوب والناس تاع الفيسبوك والجرائد، خاصة الجرائد لازم يتكلموا على هذه الامور، راهي بالصوره والصوت بالصوره. الملك فهنا في الجزائر راهم داروا الدرابو تاع المغرب وداروا التصويره تاع الملك في بجايه في الرابطه تاع بجايه، اما لا راه كاين امور خافيه راهي تنخر في جسد الجزائريين، ماشي كره القدم، في جسد الجزائريين، ولازم تدخل من اعلى سلطه. والله ونقبل يا ربي خليها، احنا هذا رانا وصلنا رساله. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا نبداو كيما كان نبداو في الموضوع تاعنا. اكد المسؤول في الامانه العامه للاتحاد العربي لكره القدم بان الممول الرئيسي شركه الراعيه للبطوله العربيه للانديه هو الذي اختار اتحاد الجزائر ووفاق سطيف لتمثيل الجزائر في الطبعة القادمة للمنافسة التي ستلعب في الصائفة القادمة، وإن
وإن النائب الاتحاد العربي الجزائري السيد الحاج محمد راوراوا لا دخل له في توجيه الدعوة، خاطش علاه راه نائب الرئيس، ما عنده حتى من الحاج. حنا الناس راهم يتهموا فيه وبيديروا فيه مجديد وبيديروا مسخرة جديدة. لا أطراف لا ديروا تلعب، روح سقم روح سقم روحك، سقمتوا ما سقمتوش روحكم هنا، كي تسقموا روحكم هنا هضروا على الناس برا، ثم هنا مشاكم نجمين تا مقابلة بليدة بليدة جي اسكا مشاك طايق تنظمها، كي بي تهدر على الناس هم كبار عليك بعاد عليك بزاف. كاين الوزير كي ذاك المسؤول كي ذاك المسؤول تاعك هذاك تاع كرة القدم، وانا حنايا نقولوا عقد عقد خير الدين زتشي العزم على تسويق اتعس صورة عن الاتحادية الجزائرية أمام العالم مع سابق الإصرار والترصد، وتحول موقفه العدائي لهيئة قارية والإقليمية وحتى الدولية من مجرد تعصب لرئيس اتحادية الهاوي والضعيف وصاحب المهازل صاحب المهازل والفضائح الكبيرة متحمس وفقد للخبرة والرزانة في التعامل مع محيط الكرة ومعطياته إلى مضحكة ومسخرة بكل مقاييس، بعد أن جعل هذا الرئيس رئيس الهاوي اللي تعدى على منصب اللي هو ما يستاهلش، هذه الاتحادية اللي الناس سرقوها بكل طرق من مختلف الهيئات الكروية يصطدمون بفرق ضروك مي قاعدوا يشوفوا مي كانوا رجالة زعامة رجال عظماء أساطير في التسيير، أساطير في التسيير كي أسطورة في كل واحد أسطورة محطوط. حنا السي الحاج محمد راورا أسطورة أسطورة في التسيير، أسطورة في التسيير دروك الاتحاديات كاع تاع الموند انفرتينو كاع تاع الاتحاد تاع الموند شافوا التطور اللي كانت فيه الجزائر، وشافوا دروك هذا وين رد الجزائر في كرة القدم، وين ردها شافوا شاسع كبير ما يتلاحقوش ما يتلاحقو كبير عليك بزاف. قلت لكم انا ملي كنت نقول لكم نهار الاول قلت لكم بلي ما تلحقوش في التقاشير تاعو، مش في الريحه تاع التقاشير ماشي في الريحه تاع كرعيه، خاطر الانسان اللي كاع العام مقابل الكعبه ويصلي ما كاش الريحه في كرعيه، في التقاشير تاع في الريحه تاع التقاشير تاعو ما تلحقوش. ويصطدم بفرق شاسع بينه وبين من وضع الخضر قبله مرتين في كأس العالم وروج بحنكته وتمرسه الدواليب التسيير القارية والإقليمية والدولية على أود عمي. أود عمي الرجال شوف فرض روحه في الموند، فرض روحه في الموند، شخصيته القوية فرضاته حاجة إلهية، موهبة من عند ربي، حاجة ما غاديش نزيدو. كاين شعمل واحد نتكلم معاه يقول لي الله يجعل يجي واحد خير من راوراوا، يا ودي نعلو الشيطان. كاين بولي شحال قعد جا مارادونا شحال قعد مارادونا جا ميسي، يا وهذه موهبة هذه تجي خطرة، حنا جات وما استغليناهاش، حنا جا راجل بصح ما استغليناهاش، خاطش علاه حنايا ما نبغوش الراجل، ما نبغوش الراجل، نبغو اللي يجي اللي نبغوا لي كي نشوفوا واحد السراوي اللي يهودوا وحدهم، حنا ما نبغوش الراجل اللي طلع لنا سراوينا، ولينا نفتخروا ولينا نعرضوا تا انا وانا معاه، حنا ما نبغوش الراجل. اي حنا والله ما نبغوا الراجل. تصيب رئيس مسؤول تاع اتحاد بالعباس يتكلم امنا راوراوا، يا ودي روح جيب ستة نقط تاوعك، روح سي الحاج محمد راوراوا راه في المكة، روح عنده حز راه يجيب لك ستة نقط هو يجيبهم لك، هادو الا تكلت عليهم هادوك لا والدراهم
روح انت بتقول تهدر تهدروا مع الراجل قاعدين تتبعوا في واحد ماناجير رئيس اتحادية تاع كرة قدم ماناجير نقولها ونعاودها، قاعدين تتبعوا في واحد خاصو دراهم، راكم تتبعوا في واحد خاصو دراهم، يجري مور دراهم، يظل يجري مور دراهم. استغفر الله يا ربي. السيد الحاج محمد روروة بحنكته وتمرسه ودواليب تسييره القارة القارية والإقليمية والدولية، يحق اليوم أن ندق ناقوس الخطر في قصر دالي إبراهيم بالنظر إلى الاستراتيجية والعام والتعامل للاتحادية مع هيئات كروية عربية. فردت الفعل العنيفة ضد ما اعتبره الفاف تجاوز لحقها في اختيار ممثلين من الأندية في البطولة العربية، ولو أنها مبنية على خلفية صراع معلن مع نائب الرئيس رئيس الاتحاد العربي السيد الحاج محمد رورو. احنا نعرفه كي راكم تتكلموا راكم تقولوا لا لا، كيما ذاك طارسون هذاك اللي توغ، هذاك اللي توغ في التيو تاع الريزيقول، اللي دخل وجهه في التيو تاع 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 لا بوبيل تاع الزبل، وكما صايت لازم 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 الفرق تاعنا ما يروحوش يلعبوا هذا الاتحاد العربي. اودي بالله فمك، اودي بالله فمك، روح صلي وروح جيب عمره خليك تخرج روحك، انت كبرت انت تحوس انت تبع في الدراري الصغار، تحوس خليهم يروحوا يلعبوا، انت شنو دخلك؟ انت شنو دخلك؟ انت يا راك داير، انتوما راك انت يا طارزو راك داير عقود مع هذا رئيس اتحادية باش العام الجاي طردتو كاع اللاعبين المغتربين، راكم طردتوهم كاع في طول العام الجاي، تجيبو ربعة من البارادو ومن على 3 سنين ربعة قاعد تخدم تتلعب تلعب تبغي المولودية، تتلعب زعما تبغي المولودية، انت ود مولودية، انت ود المولودية، ما تبغي المولودية. نقولها المولودية، مولودية الجزائر، الأنصار تاع مولودية الجزائر، وين راهي لاباط تاعكم؟ وين راهم ولادكم؟ ولادكم وين راهم؟ هادو راهم غادي العام الجاي من على عامين تولي كاع اللعابة تاع بارادو يولوا يلعبوا في المولودية، عقلوا عليها، ويلعب يهدر على لاباط ويهدر منها ويهدر منها، تربع غاديك هذه هي، وربي يحفظكم وتحيا ولاد الجزائر. خاطش علاه هذا هذه اتحاد الجزائر من الجزائر، وفاق سطيف من الجزائر، حنا اللي نروحوا يشرفوا الدرابو تاع الجزائر، وربي يحفظكم وتحيا الجزائر، صحيتو.